أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين في ندوة طبية قانونية استثنائية. النهاردة اخترنا الندوة الطبية القانونية للسادة المشاهدين لأن أنا عارف إن في صعوبة طبعا في الوصول سواء كان دكتور أو كان محامي أو مستشار. ويشرفني ويسعدني إن يكون معنا طبعا السيد الدكتور محمد سعد حامد أستاذ السكر والغدد الصماء كلية طب جامعة الشمس، ويسرني ايضا ان يكون معي المستشار والاعلامي ابراهيم مختار. اهلا بك، اهلا وسهلا. فطبعا لو هنبتدي النهارده نحب نبتدي بالطبيه ولا القانونيه؟ لا طبعا الطبيه، الاثنين كويسين. اولا انا برضو بنوه للساده المشاهدين على لسان سيادتك ان احنا جايين الحقيقه عشان نفتح التليفونات وفرصه ان زي ما حضرتك تفضلت وقلت النواحي القانونيه شويه الناس مش عارفه تقابل المحامي ولا تحامل الدكتور، والاثنين تقريبا مهمين جدا لسير الحياة الطبيعية. أنا هتناول موضوع الغدد الصماء والسكر والمستشار إبراهيم إن شاء الله النواحي القانونية، بس أنا أحب يعني بعد إذنك يبدأ يقول لنا بقى موضوع الحظر وقانونيته. أولا أنا يشرفني الحضور مع يعني في حضرة حضرتك طبعا أستاذ أسامة الإعلامي المحترم والدكتور محمد سعد، القيمه والقامه في المجال الطبي على يعني على المستوى الشخصي انا اعلمه جيدا، وده كان شرف ليا وجودي في لقاء معاه تحديدا. انما هو فعلا الموضوع موضوع الساعه طبيا وامنيا، صح؟ ولذلك احنا حضرتك معانا النهارده مستشار واعلامي طبعا. يبقى نبتدي للحاله الطبيه. لا لانه وقعت الكورونا نفسها هي وقعه طبيه، هو فيروس طبي. بس هو انا جاي في 12 لجنه مشينا عليهم. معلش قول لنا بقى بسبب ايه؟ 12 بسبب الحظر، بسبب الكورونا، صح؟ يبقى حضرتك الاول. لا يجوز الكلام بدايه. هو طبعا احنا مريض السكر المفروض ان بيتابع عند الدكتور على الاقل كل 3-4 شهور، لازم يحصل له نوع من الكشف الدوري او بالكثير او 6 شهور، ويتم عمل فحوصات معينه، في منها البسيط وفي منها المتقدم. احنا دلوقتي بيهمنا ان السادة المشاهدين اللي لقوا سكره مش مظبوط او عايز تعديل في العلاج او حاسس ان هو كان المفروض يروح للدكتور بتاعه ما قدرش يروح، فبالتالي احنا قاعدين هنا عشان نجاوب على الاسئلة. اما يجي يتفضل حد ويتصل بينا يتفضل يقول لنا من امتى جاله سكر، معدلات السكر الصايم كام، وبعد الاكل بساعتين بتطلع كام، وزنه كام، وطوله لو كان عارفه يبقى كام، والأدوية اللي بياخدها بإيجاز، والسؤال اللي هو عايزه. ده اللي أنا عايزه من الناحية الطبية، ومستني التليفونات. اتفضل. تمام حضرتك. كده طب لو رجعنا للسيادة المستشار إبراهيم، أنا شايف إن وإحنا جايين أنا والدكتور محمد إن لسه تقريبا في ناس مش مستوعبة يعني كلمة حظر، فلو حضرتك لو تقدر تدي بس نصيحة الأول قبل ما أدي النصيحة للمواطن. أنا بشكر الدولة مبدئيا بكل الأجهزة على 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 طريقة العمل وطريقة تناول الأزمة، ويمكن حتى بيجي لي كده تعليقات ويمكن بشوفها من ناس كتير فعلا حقيقية. أول مرة تحس إن الحكومة فعلا قريبة قوي من المواطن، خايفة قوي على المواطن، خايفة قوي على المواطن، إحساس وصل لناس كتير. صح، كان في فجوة شوية ما بين الحكومات القديمة وما بين الأجيال يمكن اللي عصرناها كلها، إنه في فجوة قربت، يمكن لعل وعسى إن الأزمة دي فعلا قربت الفجوة ما بين المؤسسات أو ما بين الدولة وما بين المواطن، فرقت كتير قوي نفسيا مع المواطن إحساس الخوف. تعال نتكلم بقى على جزئية الحظر والجزئية القانونية نفسها وتناول الناس والشرطة أو المأمور ضبط قضائي للأزمة. تمام. هتلاقي إنه الأكمنة طبعا هو الحظر، هو من مفهومه هو كلمة حظر، يعني هي متهيألي مش محتاجة شرح. كل دول العالم اللي فيها الأزمة بتمارس نفس المهام. طيب. ويمكن بشدة أكتر من. طيب. دي والغرامات مغلظة أكتر من. نستأذنك إن معنا اتصال. تفضل. أستاذ عزة، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتور؟ الدكتور سامعك، تفضلي. أنا دكتور ساكنة في مصر الجديدة، طولي 160، وزني 65، السكر جالي من 5 سنين، وباخد مكرم 60، باخده الصبح وبالليل، وباخد ميرجا وكلوفاج، وبعدين جالي التهاب في الصدر، والسكر ارتفع عندي لل 300، أخدت أنسولين 20 ملي،
بس حسيت بوجع شديد في رجلي والاصابع بتورم والنظر بيضعف، وعند قصبه رجلي في سخونه شديده قوي. بدات اخد الديماكرام دوت الصبح وبالليل باخد انسولين وواحده ميلكا. بس انا دكتور دلوقتي رمضان جاي وانا جسمي بيوجعني من الادويه ديت، قول لي اعمل ايه؟ طيب ايه الادويه اللي امشي عليها؟ طيب يا ست عزه، السكر الصايم كام دلوقتي بعد بعد ما زودت الانسولين؟ الصايم كام؟ انا باخد الصايم 100 والفطر 200. طيب ما هو حضرتك الفطر ما زال عالي. يعني هو ده بقى حضرتك، انا كنت نفسي اغير في العلاج شويه على اساس طب هقول لحضرتك حاجه، انت وزنك مش عالي يعني معقول، بتاخد الجلوكوفاش كام حبايه في اليوم؟ باخد واحده اللي هي 1000. بس انا وزني في تناقص يعني. ما هو تناقص عشان الجلوكوفاش بينزل الوزن، دي واحد. اتنين، السكر بعد الاكل بساعتين بيبقى عالي، يعني متوقع ان بقيه اليوم يبقى عالي. السكر الصبح بس هيبقى طبيعي، بعد كده هيبقى عالي. يبقى انت حضرتك دلوقتي ممكن نزود، نشيل الجلوكوفاج ونزود جرعه الانسولين نخليها 30 وحده. اسمه ايه الانسولين معلش عشان اعرف هو ايه؟ معكر ولا مائي؟ لا مائي. لا مائي يعني حضرتك اللي هو القلم اللي مليان جاهز ولا ولا ايه بالظبط؟ بيبقى مليان. ما هو المائي يعني زي الميه. هو مليان جاهز يعني. انا فهمت بيديك ايه؟ الدكتور بيديك ده قبل الغدا صح؟ لا مش كافي، النوع ده مش كافي. فاحنا هنجيب يعني حضرتك نوع اسمه ميكس تارد. ما جلاش حاجه من الاسامي ده، مش مشكله، هو ده رخيص. الميكس تارد ده حضرتك هيشتغل معاك 24 ساعه، اما ال 20 وحده دول هيشتغلوا معاك قبل الغدا بس. وبالتالي الصبح يبقى فيه سكر عالي. فانت جيبي حضرتك الميكس تارد، هو مشهور قوي معروف 30 70. هتاخدي حضرتك 30 وحده قبل الفطار. وهتاخدي حضرتك الدياماكرون، مش بتاخد دياماكرون مش كده؟ دياماكرون قبل الفطار ودياماكرون قبل الغداء مش العشاء. والاثنين دول اما الالام اللي عند حضرتك دي ممكن تكون سببها عدم انضباط السكر التراكمي، يعني مش بتاع النهارده. وان شاء الله اسبوعين كده وتكلمينا تاني. شكرا يا دكتور. شكرا شكرا استاذ عز. العفو. اتفضل. نرجع تاني للمستشار ابراهيم، انت لفت نظري بحاجه كويسه جدا ليا للدكتور محمد، ان اللي فعلا الحكومه باكملها بتعمل لمصلحه المواطن وبتخاف عليه. الفجوه قربت، ولذلك قربت كتير ولذلك قوي. ان هي بتطبق القوانين دي مش ضد حد، هي لا خايفه خالص عليه. اول مره تحس ان في حاله حظر للمصلحه وليس امنيه، امنيه لحساب المواطن مش على حساب المواطن. بس برضه يا سياده المستشار، الفكره الحقيقه ان الناس عندها وعي، ابتدى يبقى عندها وعي. يعني النهارده واحنا جايين، احنا معدين نيجي على 7 8 9 اكمنه. تمام. اولا المعامله محترمه جدا، مختلفه تماما. محترمه جدا جدا على مستوى الجيش او الشرطه. صح صح. واخبار. نمره 2، العدد التراكمي للناس اللي واقفين قدام الاكمنه قليل، قليل جدا. صح، قليل جدا. تلاقي هم الفئه المستثنى فقط تقريبا. فتعرف فتعرف انه مستوى الوعي جاي من هنا، ان الفئه المستثناء اللي هي ضباط، اعلاميين، صحفيين، الفئه اللي اتوجدت في الاستثناءات، مطالبه بالاستثناءات الحظر، هي دايما بس اللي موجوده في الاكمنه. فتعرف من هنا وعي المواطن ابتدى يخاف على نفسه. يمكن اول في اول الامر كان الوضع بالنسبه للناس مجرد مزحه وضحك، ابتدت الناس تحس بالخطوره، الموضوع تحس بقى ان الحكومه خايفه عليها فعلا، فابتدت الناس تحت اسواء. كمان العالم كله زي ما سيادتك عارف، يعني احنا الحمد لله يمكن طبيعتنا اول حته طبيه بقى حضرتك. ما هو الموسم الطبي ده الموسم الطبي العالمي. طيب يومينكم دول يا دكتور. ناخد الاتصال. استاذ محمد مساء الخير. الو. ايوه يا دكتور. اتفضل الدكتور سامعك. اتفضل لو سمحت، عايز اكلم الدكتور. سامعك يا استاذ محمد. اتفضل. انا مش محمد، انا مدام ساره. اسف اسف. اتفضلي يا مدام ساره. محمد برضه ماشي. طيب. اتفضلي اتفضلي يا مدام ساره. لو سمحت دكتور معايا. طيب. ايوه معاك. اتفضلي كلنا معاك. لو سمحت يا دكتور، انا على طول ضغطي واطي وفي السن صغير، يعني 27 سنه كده، بس كل ما نشوف الضغط كل ما نقيس الضغط بيكون واطي. اقول لك الضغط عندي دوخه مستمره. يعني في اعراض الضغط بيطلع كام؟ لما بنوطي كده مثلا بندوخ. لا، اما توطي وترفعي راسك تدوخي صح؟ ايوه. طيب لو انت في السرير ونايمه وحركتي راسك يمين وشمال تدوخي؟ لا يا دكتور.
يعني اذا تغير وضع الجسم هو اللي بيخليكي من القيام والجلوس هو اللي بيخليك تدوخي صح؟ ايوه فعلا. خلي بالك انا بفرق بين الاذن الداخليه او الاذن الداخليه والوسطى وما بين انخفاض الضغط، فما تضللينيش. لو انت حضرتك في هناك يعني اعراض مصاحبه لانخفاض الضغط في سنك يستوجب الفحص والعلاج، لكن لو كان ما كانش فيه يعني مهما كان وقت ضغطك واطي ده مقبول او منخفض في السيدات. فادام في دوخه حضرتك لازم نقيس الضغط وانت نايمه على السرير، وبعدين الدكتور يوقفك او الممرض او اي حد وتقعد كده من 1 لـ20 وقيس لك الضغط وانت واقفه وتبلغينا الاسبوع الجاي. لكن هو الضغط الطبيعي اللي انت بتقولي عليه ده بيطلع كام طبيعي؟ حضرتك معانا؟ معانا ولا الخط فصل؟ طيب هو عموما السيدات ضغطها بنقبله لحد 90/60 كده ما يكونش واطي؟ هو حضرتك يعتبر الحد الادنى يا استاذ ابراهيم. ولكن الفكره 90/60 بدون اعراض. طب افرض 100/60 بس في دوخه او في همدان او تقوم يجي لها الوعي يروح، ده نعتبره غير طبيعي. هنا يستوجب فحوص تحاليل ويستوجب علاج. فهي بس تقول لي الضغط بيطلع كام؟ افرض بيطلع 110/70 يبقى مش هقدر مش هعتبره ضغط. بس برضو نقول ايه؟ ان الضغط الطبيعي احيانا ينخفض من تغير الوضع من الوضع راقدا الى وضع واقفا. ودي في ناس كتير تروح واقعه مخبوطه في السرير. او مثلا قاعد طبعا قاعد مثلا قاعد حضرتك نايم على السرير وقام وقام يروح نازل على السرير على الارض. لو سنه كبير لا سمح الله ممكن حاجه تتكسر فيه. او في البانيو. طبعا اكيد. قاعد في البانيو فنخلي بالنا. أكيد. نعم. طيب سيادة المستشار إبراهيم، طبعا في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها دي، طبعا الله يكون في عونكم، طبعا سواء جهة طبية أو قانونية. جهة طبية الأول كفاية الأوبئة وكفاية الأمراض طبعا اللي معلش. أنتوا واقفين المحاكم دلوقتي حاليا شوية يعني شغالة مش بكل الطاقة لكنها يعني هو دلوقتي ده أسئلة مهمة على فكرة. هل لا أنا عايز بس أقول يعني هي المحاكم مغلقة كلية؟ مش مغلقة كلية، إنما هي في تيسير الأمور، تيسير الحال. انما مثلا جلسات فيها تجمعات بيتم تاجيلها اداريا، يعني في جلسه بيكون فيها تجمع، انما الجلسه للضروره للمحبوسين او القيد الحبس. طيب لو انت حضرتك هترفع دعوه بصفه حضرتك مستشار في اجزاء كتير جدا على النطاق الاداري موجوده في المحاكم شغاله. طيب. والمحضرين وجماعه بالظبط بالظبط. اتفضل. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير يا فندم. سامعني؟ اتفضل. لو سمعت عايز اكلم الدكتور يا فندم. الدكتور سامعك، اتفضل يا استاذ احمد. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. لو سمحت انا معدتي تعبانه قوي يا دكتور، ملتهبه، كشفت كتير بقى لي سنتين دلوقتي بعاني منها. عملت منظار؟ ما هو قال لي لو العلاج ما جابش نتيجه ممكن تعمل منظار. طيب عملت حاضر، عملت اشعه تلفزيونيه قبل المنظار؟ قبل ما هنعمل منظار اعمل اشعه تلفزيونيه. عملت قال المعده ملتهبه عندي. لا اشعه تلفزيونيه، بص بقى بصيت المستشار شوف. اتفضل. الاشعه التلفزيونيه لا تبين جدار المعده. الاشعه يعني الاشعه التلفزيونيه. التلفزيونيه. نعم. المنظار يا فندم في خطوره ولا حاجه؟ بتقول يا فندم؟ المنظار في خطوره ولا حاجه عليه؟ لا انت ما تسالنيش كده، انا دكتور ما تقوليش ده، تساله للراجل اللي بيعمله. لكن انت تسالني هل انا ماشي صح ولا غلط؟ احيانا نعمل منظار ويكون التهاب في المراره مدي اعراض زي بتاعت المعده. التهاب في القولون ومدي اعراض زي المعده، والاخر يدخل المنظار في بق حضرتك ويوصل للمعده ويدفعك مثلا 2000-3000 جنيه وقت ما يطلع، والاخر يقول لك في شويه التهابات خفيفه ومفيش حاجه اساسا. صح. فانت قبل ما تعمل مفيش حاجه اسمها المعده باينه بالمنظار، انت منين؟ انا من البحيره يا فندم. لا روح لحد متخصص كويس عشان يقول كلام صح. تمام. التخصص بتاعه ايه؟ جهاز هضمي يا فندم. جهاز هضمي. شكرا يا استاذ احمد. معانا اتصال ثاني يا استاذ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الدكتور لو سمحت. الدكتور سامعك يا أستاذ مصطفى، اتفضل. يا دكتور أنا عندي سكر من 22 سنة. ربنا يشفيك. وجا من السنة اللي فاتت في رمضان جاء ورم في رجلي، رحت للدكتور في مصر قال لي عندك شنكفلة في المفصل اللي هو في رجلي تحت في كعبة رجلي. طيب. فعمل لي جهاز كده لبسته فهو تجيل فني بخلع وقال لي عشان مش ما يتحركش. فهل المرض ده يفضل على طول ولا بيصحى؟ لا استنى، انت قلت ايه اللي في المفصل القدم من تحت؟ شركط؟ في المفصل اللي هو جل الشنكفله. ايه شنكفله؟ ايه ده؟ قولها تاني.
كان اسمه شنكفولة. لا شاركوت، شاركوت، شاركوت. أيوة. جوين. ايوه. هل ده بيفضل على طول ولا بيصحى؟ لا للاسف بيقعد على طول. بيقعد على طول. طب وافضل لابس الجزمه ولا اخلعها؟ لا الزميل اللي عمل لك التصميم بتاع المفصل والجزمه والكلام ده كل لا. شويه بتروح عشان يعدله لك. طب بالنسبه للسكر يا دكتور، السكر الصايم كام واللي بعد الاكل كام؟ الصايم 220 والفاطر 493. يا خبر ابيض. الوزن بيقل اخر ست شهور؟ والله انا وزني قل وزاد بقى. كنت باخد السرين المصري اللي هو كان بيدونا في المستشفى، رحت جبت اللي هو الماكسيتار، جسمي ظبط عليه. طيب ما هو ظبط جسمك ظبط، لكن السكر ما زال عالي صح؟ لا بيبقى مظبوط بس مش بيبقى مظبوط قوي يا دكتور. انت بتقول لي 200 صايم ولا انا سمعت غلط؟ 220 صايم و460 فاطر. انا ما جبتش ما حللتش تاني بعديها. بيقول ايه بيه؟ قول تاني كده يا استاذ مصطفى. نعم. قول تاني اللي قلته. السكر بعد ما خدت المكستار ده لسه ما حللتش بقى. طيب خد المكستار ده واحنا الاسبوع الجاي هنبقى مع بعض ان شاء الله. تمام. الله يبارك. الله يبارك. تمام شكرا يا استاذ مصطفى. يعني انا عايز بس يعني اذا الناس تعبانه برضو يا دكتور وقاعده في البيوت وفي يعني دول يعني دلوقتي مثلا حد عاوز يرفع قضيه على حد ما يجيلكش؟ لا طبعا يجيلنا طبعا. طب هو في سؤال كده استشار ابراهيم نستغله فرصه. طبعا كورونا تسالوني انا ماشي. طب هو في ظل الكورونا، في ظل الكورونا اسحب عليك كورونا. هل نوع القضايا اختلفت في ظل الكورونا دي خالص؟ نسبه ان الناس ابتدت تقعد في لا هو تم استحداث بس نوع جديد اللي هي مش جديد طبعا. هو القانون سرد كل شيء. القضايا اللي هي الخاصه بالحظر، القبض على المتهمين اللي اخترقوا الحظر، ودي بتبقى طوارئ امن دوله. يعني بيحالوا هي اسمها كده طوارئ امن دوله، بيحالوا للمحاكمه العاجله. القانون احنا سمعنا او سمعتوا انه 4000 جنيه هو ده الحد الادنى. هو في حد اقصى كمان يعني، هو بس علشان بس الناس يكون مفهومها سليم، الحد الادنى ده للغرامه، انما بيعرض بيحجز بيحجز المتهم في الاسم ويعرض على النيابه ويتم تحديد جلسه عاجله ليه، والقاضي يحكم عليه حد اقصى وحد ادنى على حسب اختراقه للحظر. اختراق الحظر بناء على ايه؟ ما هي ظروف ملابسات تختلف من شخص لشخص، لانه هو طيب انا معلش فرصه اتفضل. يعني اختراق الحظر معناه ان انا يقول لي اقف ما اقفش؟ لا امال انك تنزل وقت ال ما هيقول لي اركن حركن. ما هو هيقول لك اركن انت نازل ليه؟ هي دي العبره. طيب. انت من الفئه المستثناه ولا انت مواطن عادي نازل يشتري ونازل يبيع؟ بس اذا ما عمليا والله. طيب. الناس جزاهم الله خير راكنين الناس راكنين الناس. انا هقول لك يعني هقول لك وكمان عشان برضو ادي كل حق يعني زي حق حقه انه الشرطه كمان في مش بتاخد كل الناس وتحجزهم. ده في كتير قوي احنا بنشوف بعينينا واحنا في الشارع. يمكن احنا بننزل وعندنا الرخصه في ان احنا ننزل، شايفين الشرطه بترجع ناس. تمام. طب نقول له ارجع. اتصل معانا منور. مساء الخير. مساء الخير يا منور. طيب تقريبا فاصل. استاذ احمد ناخد احمد. استاذ احمد مساء الخير. انا مساء الخير يا فندم. مساء النور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص حضرتك انا هتكلم في حاجتين. اتفضل. الحاجه الاولانيه النهارده يعني النهارده على دائري الساعه 4 بالدقيقه الدنيا كانت خربانه والعربات زحمه جدا 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 جدا. ليه؟ لان كل المصانع والشركات اللي في العبور واخد بال حضرتك بتمشي وقت واحد واخد بالك، فده بيسبب مشاكل جامده. يعني احنا دلوقتي داخلين في كورونا وداخلين في مشاكل واخد بالك صحيه جامده جدا واخد بال حضرتك. فالمفروض الحاجات دي كلها تنتظم او المواعيد بتاع الشركات دي تنتظم عشان يعني نظبط الدنيا بتاعتنا. تمام. والشق الثاني. طب السؤال الثاني يا استاذ احمد. انا بعد اذن حضرتك انا هكلم الدكتور بعد اذن حضرتك. طب ارد انا على الشق الاولاني؟ لا ارد عليه يعني ولا نخليه بعد ما نقطع عشان ما نوقفش التليفون. اتفضل يا فندم. اتفضل الدكتور سامعك. اتفضل يا استاذ. طيب يا دكتور دلوقتي حضرتك انا عندي حضرتك بلغم على صدري جامد جدا. يعني بعد ما بيجي لي نزل برد واخد بال حضرتك بتفضل البلغم على صدري بطريقه ما تتخيلهاش، بحيث انا يعني باخد برضو حضرتك حاجات مزيله للبلغم. بتدخن يا فندم؟ بتدخن واخد بال حضرتك؟
بتدخن؟ يعني انا بدخن بس بسيط يعني، يعني ما كنت بدخن جامد جدا، ودلوقتي انا ممكن ادخن بسيط جدا طول النهار يعني على يعني مش طيب. مش البلغم ده سيادتك، البلغم ده بقاله 6 شهور سنه ولا حديث بقاله؟ لا يعني لا يعني من 6 شهور يعني، ما يعني حضرتك مثلا بيجي لي نزله برد ممكن يقعد اسبوعين ثلاثه. متقطع سريع. متقطع لكن بقاله فتره طويله. اه بقاله فتره طويله. طيب ايه المطلوب سيادتك مني انا عشان اقول لك ان ازاي نقضي على البلغم نهائيا؟ اسمع بس، صح كده؟ اتفضل. نقضي على البلغم نهائيا صح؟ ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. سنك كام سنه؟ انا عندي حضرتك 54 سنه. طيب وزنك كام؟ انا وزني 168. طيب جهز ورقه وقلم بعد سياده المستشار ما هيرد على الشك الاولاني، انا هقول لك الروجيتا بعدها. تمام خلاص. بص يا استاذ احمد. تمام شكرا شكرا استاذ احمد. اختراق الزحمه وقت خروج الموظفين علشان هم بيلحقوا موضوع الحظر ده حال كل دول العالم النهارده. صح. خلينا منطقيين. صح. النهارده الدول كلها حددت مواعيد لحد الحظر. صح طبعا اكيد. سير العمل والعمليه الحياتيه كلها قبل الحظر هي كل دول العالم منساقه لده. النهارده برضو مش عايز اوقف الحياه، مش عايز اوقف الحياه كليا. مش هقدر اوقف الحياه كليا. أكيد. اللي عايز ينزل يجيب اكل وشربه لازم يرجع في ده. فالنهارده دي فتره مؤقته كلنا بنستحملها. استسلم. بنستحمل حتى الحظر نفسه، بنستحمل يعني بنطالب وكل القنوات بتطالب بتقول لك خليك في البيت، خليك في البيت النهارده، ده عشانك مش عشاني، ده عشان كل ولادنا وكل اخواتنا. فالنهارده دي فتره استثنائيه هنستحملها، دي مش ازمه عليك انت لوحدك او على منطقه سكنيه، دي ازمه على العالم كله. فالنهارده اكيد بنعدي الفتره. برضه في حاجه يا سياده المستشار، يعني انا يعني استنبطت من كلامه ان بيقول كلنا بنخرج الساعه 4 من العبور. هل ما ينفعش ان احنا نعمل مواعيد مثلا بين مش هقدر اعمل يا دكتور، خلينا كلهم هيخرجوا اخر حاجه. بالظبط كده. كله بيخرج يعني لو بدل يوم من الساعه 2 بالظبط هيخرجوا 2. صح. هيخرجوا هتلاقي نفس الموضوع هو يا دكتور. كل اسبوعين هنستحملهم. اتفضل دكتور. هو بالنسبه لعلاجه هو عنده حاجه اسمها الالتهاب المزمن في الشعب الهوائيه، ودي كل اللي عندهم سجاير. عشان انا فتحت الشباك وانا قاعد معاك. شكرا يا دكتور. اتفضل يا دكتور. هو كده اوعى تكون بيدخل بيكلمني. هو بيكلمني مبدئيا. انا بكلمه دلوقتي. ده سجارتين يا ابني في العشر دقايق. يا مساهم، ما التدخين ده مشكله. هو ايه بقى يا استاذ ابراهيم تعريفه العلمي؟ ان هو يا استاذ كحه ببلغم 3 شهور في السنه لمده سنتين. يعني لو احنا جمعنا 3 شهور في السنه بيجي له كحه ببلغم اسبوعين في اسبوعين في شهر مش عارف ايه او ورا بعض او متقطعين لمده سنتين، ده التعريف العلمي ان التهاب مزمن في الشعب الهوائيه. حله ايه؟ التهاب. حله مش هيرضيك. شكرا. لازم يبطل. خلاص نمره واحد، واول ما هيبطل السجاير هتجيله صدره هيتعبه جدا اكتر. يقول لك بقى ايه، سجاير كانت بتريحني اما بطلتها بدات اعمل. ليه بقى؟ السجاير حضرتك اللي هو النيكوتين والسموك والاطران والهباب اللي بيخش والهواء السخن اللي داخل منها بيموت المكانس اللي موجوده ربنا خالقها جوه المسارات الهوائيه. في مكانس كده بتطلع البلغم شغاله ليل ونهار تطرد البلغم، دي بتموت فيبدا البلغم يركن في المسارات الهوائيه. واما يركن في المسارات الهوائيه بقى الاول لزوجته خفيفه، بعد كده يبقى لزوجته تقيله، وبعدين ينشف. فهو دي تعمل اللي هي الالتهاب المزمن اللي نقول عليه بقى. تمام. وكل شويه التهاب فيروسي، التهاب بكتيري، ملون مش ملون. حلو. يجي هو اول ما يبطل السجاير تبدا المكانس تشتغل، تقوم تطلع الوسخات المركونه بقالها شهور في الجدران. يعني بتشتغل تاني يا دكتور؟ ما عشان كده يتعب اول ما وقف السجاير. يقول له ثلاث اربع شهور. يعني قصدي ما بتموتش خالص، بترجع تاني. دايما ده يحصل معايا. بتقلل اقلل. بالظبط. اقلل السجاير. صح. تمام. معانا الاستاذ اسامه. احنا ما خدناش الحل الاول. انا عايز اتفضل. اتفضل. العلاج بالنسبه له الاحسن يعمل مزرعه وحساسيه للبصاق، والبصاق يكون الصبح بدري اللي هو بيقعد هيروح المعمل يديله حضرتك كده كاسه بلاستيك معقمه بيفتحها وبعدين مع الكحه الاولانيه ويجيب الملونه يحطها فيها. تمام. ويقفلها ويديها المعمل. هيروح جايب له المضاد الحيوي اللي شغال ايه، يمشي عليه 3 اسابيع مش اسبوع ولا 2 ولا حل المشكله نهائيا. ده مع وقف التدخين ده لو يبقى شاطر.
لا شاطر ما يمتلئ. في حاجات بقى بنوسع بقى الشعاب الهوائيه زي يعني ممكن حاجه زي فنتولين مثلا 2 مللي جرام، اكتب فنتولين بالعربي 2 مللي جرام حبه الصبح حبه بالليل كفايه. وفي ماده اسمها ثايوفيلين مثلا 500 مللي جرام حبه الصبح حبه بالليل. دول مع الميه السخنه الكتير دافي على طول، شاي 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 كركديه على طول. وساعات هو بيقول لك واخد ايه بطارد مليل للبلغم. في دواء اسمه بايسلفون، ما ممكن يكون الاسم ده الاصلي، اي بديل ليه او سولفين ياخده معاه، ده برضو بيطرد البلغم يبقى كويس. تمام. استاذ اسماء مساء الخير. الو 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 اتفضلي معاك. الو السلام عليكم استاذ اسماء، سامعيني؟ وعليكم السلام استاذ ابراهيم. اتفضل استاذ ابراهيم معاكي. لو سمحت احنا يعني عايزين نشوف المشكله اللي احنا فيها دي. قولي يا ماما. اتفضلي يا استاذه اسماء، مشكله ايه؟ يعني اللي احنا فيها المحلات قافله وجوز صنايعي في محل اكل. طيب يعني انت سؤالك المشكله ان المحلات مقفوله والدنيا مقفوله. اتفضل. اولا هو احنا اتفقنا يعني حتى لسه كنا بنتكلم ونرد على المتصل استاذ احمد ان هي حاله احنا اوريدي كلنا فيها، مش في مصر ده في العالم كله. فنفس الحال بيسري على كل دول العالم لان في عماله وفي شركات خاصه. خلينا نتكلم حتى عن الشركات الخاصه عموما، يعني اللي جزء منهم هي العماله. النهارده دي حاله استثنائيه. حلها الدوله شالت الجزء اللي يخصها. خليني بتكلم بصراحه. جميل. يمكن حتى كنت محتاج اختم الحلقه بالشق ده واسم. انما هو جه الوقت غصب عنه. الحل عندنا احنا، مفيش دوله بتزدهر وتنمو الا بالاغنياء بتاعتها. صح. النهارده اتفقنا كلنا ان الحكومه عملت اللي عليها، ناقص الجزء اللي عندنا. صح. والله العظيم لسه كنت بقولها، اللي معاه 1000 لو خرج منهم 200 الفقير هيبقى مستريح. هيبقى تمام، هيبقى مستريح. بعيد عن الجمعيات الخيرية، بعيد عن استهلاك الميديا لفكرة كفالة أسر. خليني أتكلم أنا عند أعرف فقراء، أعرف محتاجين. أنا لو عملت ده وغيري عمل ده وكل واحد مستريح مش غني، كل واحد عنده راحة مادية إلى حد ما وساتر نفسه مستورة معاه عمل ده، والله العظيم ما هيكون في شك، كله هيبقى مستريح، والله ما هيكون في شك. بس في نقطة يا استاذ ابراهيم، طب احنا في الأماكن اللي احنا عايشين فيها الحقيقة بكسالة. يعني انت بتنور على اقرب واحد جنبك وتتخلص من الفلوس اللي ربنا كرمك انك عاوز تطلعها. حلو قوي اللفظ، انت قلت لفظ غريب. تتخلص من العاتق اللي عليك. الفكره اختلفت النهارده. وسايبين في اماكن غير لا يصلها الحاجات دي. يعني احنا مثلا في المنطقه اللي احنا عايشين فيها. انت صح. وده اتذكر لي امبارح لما اتكلمت في الموضوع، انه حد قال لي ان انا ساكن في الكومباوند الفلاني فما فيش حواليا فقراء. هو نفس اللفظ ده، بس انا رديت بما يرضي. اتفضل. مين فينا ما يعرفش فقير؟ فكره التخلص من الصدقه تفرق كتير عن فكره البحث عن المحتاج. تفرق كتير قوي. كان في بقى صح. في حاجه موضوع جديد قوي كنت انا اتكلمت فيه من 3 4 سنين، ودي فرصه، وانا عارف ان انت منظم ما شاء الله. احنا عايزين نعمل هيئة مستقلة غير حكومية تبقى وحيدة، ويتحط فيها ادخال بيانات جميع قرايبنا واخواتنا واهلنا المحتاجين. صح. والهيئة دي ما بتتعاملش مع حد خالص بفلوس. صح. يعني احنا الناس اللي هيعملوها برضو هيمولوها من عندهم، انا وحضرتك. تمام. واسامة. تمام. وهنجيب موظفين على كمبيوتر. تمام. هيجي مثلا شركة الامل عايزة تطلع 2 مليون جنيه، نقول لها حاضر هنبعت لك، انت عايز تودهم اي بلد تقول الحته الفلانيه، اروح انا مطلعها من على السيستم. الفقراء بتوع البلد، الفقراء دول بتوع البلد، المحتاجين بتوع البلد. يروحوا دايركت عشان ما يبقاش في ازدواجيه. هو ده. صح. عشان ما فيش ازدواجيه. هو ده يا دكتور. خليني انا مع احترامي كامل لكل الجمعيات الخيريه وكل ده، هبهزر شغلها بالبركه. بالبركه. ايوه. انا مع احترامي ليهم انا ما دخلتش جوه الداتا، انما النهارده لما انا اشوف على المستوى كميه التبرعات اللي بشوفها على السوشيال ميديا دي، وانا بشوف بعيني فقراء في الشارع ومحتاجين، يبقى انا يبقى ده مش كفايه. يبقى هم مش هيرضوني، يعني ما تمش ارضائي بالشكل الكافي. عارف يا استاذ اسامه؟ صح. اتفضل. يبان قوي في عيد الاضحى. صح. احنا عندنا ناس ممكن يعملوا 50 كيلو لحوم وهو قاعد بس بيترمي له لحمه كده. صح صح فعلا. صح والله. مع ان بلدنا وبالناس اللي في بلدنا
انا يعني مش عيب يعني انه ممكن ما يكونش عنده كيلو لحمه. هو ده الازمه، هي دي الازمه. صح. انك بتدور على الفقير اللي بيجي لك، مش بتروح تبحث عن الفقير. الفقير الشاطر تفرق. لا لا يقدر الفقير الشاطر. هو ده، هي دي الازمه. اللي عايز يعمل اي عمل خير اكيد. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ تحروا الصدقات. طيب عندنا اتصال ثاني ناخده. مساء الخير. بتقطع حديثنا انت كده يا استاذ. لا المتصلين اهم اهم اهم. التواصل مع الناس. ايوه معاك. مساء الخير. الو. طيب كلمنا تاني معلش، كلمنا تاني. يعني الفكره بقى ايه يا استاذ ابراهيم؟ احنا لا انت بقى اللي تعمل لنا دي. انا هتعمل لنا جمعية. لا بقول لك انا على كامل الاستعداد. مالكش دعوه بالمش انا اللي هدفع على فكره. كلنا هندفع. كلنا هنعمل جمعيه حضرتك اللي هي تشيل الداتا بيس. طيب الاتصال رجع. طيب ممكن اقول مساء الخير. فانوش. اتفضلي يا استاذ اسماء. انا الاول بشكرك على البرنامج الجميل جدا ده، يعني متشكر جدا، متشكرين جدا. اتفضلي يا استاذ اسماء، في اي سؤال؟ قطع تقريبا، في مشكله في الشبكه. لا مثال. طب اتصلي بينا تاني ان شاء الله. فهو يا استاذ ابراهيم عشان تبقى الحلقه ان شاء الله يعني بعد شهرين كده نطلع نقول لهم الخبر ده. انا بناشد ده. لا ما دي شغلتك يا ريس. انا بقول انا كل اللي بيشوفنا ومحتاج ويعني يعني وعايز يساعد، احنا باذن الله بيعلنها الدكتور محمد سعد ان احنا هنبتدي ده دلوقتي. حضرتك هتعمل لنا الجمعيه وتشهرها لنا باذن الله. ودي جمعيه مش هنطلع فلوس لحد، ومش عايزين فلوس من حد، مش عايزين داتا. احنا هناخد داتا بشرط هنجبر جميع الجمعيات الاهليه غني عاليها ومتوسطها وقليلها لا يعطي منه مباشر للفقير. حلو قوي. للمحتاج. حلو قوي. احنا عندنا 2 مليون هم مصنفين معتمدين. معتمدين تمام. ومصنفين والشؤون الاجتماعيه معانا وكل الحكايه. حلو دي قوي. لان احنا هنعمل لهم بحث، واخد بال حضرتك؟ بحث عنده اطيان، عنده صح. دخل صح. هو ده عنده مش عارف ايه. والبحث ده هنحطهم كذا فئه، فئه الف وفئه ب وفئه ج وفئه د. صح. الف اللي هم الاكثر احتياجا، ب مش عارف ايه وكذا. تيجي مثلا اسيوط، احنا عندنا عاوزين معانا حد من اسيوط عاوز 2 مليون جنيه، يجيبه يقول له حاضر خليهم في جيبك زي ما انت هنديك البيانات اللي تروح تودي بيهم ال 2 مليون. وابعت لنا ان دول خدوا عشان نشيله. بس دي نقطه جميله جدا فكره دكتور عبطرية. محمد على اساس ان فعلا الشيء يوصل لمستحقيه. بص هقول لك حاجه، هي نفس فكره الدوله في انه الدعم يصل لمستحقيه. هو صح. نفسه الدكتور محمد سعد يمكن ابتكر الجزئيه دي. انا بصراحه بحييك ويعني برفع لك القبعه فيها. هي جزئيه انه يصل الصدقه لمستحقيها، هي نفس الفكره، مهمه جدا. ما ممكن برضو حضرتك برضو تساعدنا في حاجه، ان اللي ده من عن طريق وزاره سهله ده جدا التواصل مع الدكتوره نافين. واحد اثنين البطاقات التموينيه ممكن تكون، لان هم عملوا غربله جاهزه، ممكن تكون مؤشر بالفعل. غربله جاهزه ده كمؤشر. نعم. انما هي فكره البحث او التحري في انك توظف ناس ينزلوا يتحروا عن الشخص. احنا ممكن نقول المحتاج الشاطر، الغير محتاج الشاطر. صح صح. واخد بالك يعمل لك رجله كده. تمام. ناخد المحترم بقى المهدب اللي هو ما عندوش. في ناس نفسهم عزيزه قوي يا دكتور. ومحتاجين اكثر من الناس اللي بتمد ايديها. ده فعلا يا فندم. الذين لا يسالون الناس الحافه. ناخد اتصال. اتفضل يا فندم. طيب معانا ام احمد. السلام عليكم. قطع بقى عشان احنا قعدنا كتير عليها. ام احمد معانا ولا الخط فصل؟ احمد، استاذ احمد. طيب ماشي. مشكله في الشبكات لانه الضغط، الناس كلها قاعده في البيت. تمام. الضغط على الشبكات كتير. هل هذا ممكن تطبيقه؟ انا مستعد وعلى كامل الاستعداد للتاسيس، واتكفل بجزء كمان. لا نتكفل بجزء الله. كبير ان شاء الله. كل واحد يتكفل يعني. كلنا كل واحد ربنا ميسر له امره يخرج جزء. انا هنحتاج سيادتك جمع بيانات من الحاجات الحكوميه، وده امره سهل جدا بالنسبه لنا. هناخد الداتا او البيانات الرئيسيه من الجهات المعنيه ونبتدي نشتغل عليها في مين الاكثر احتياجا. هو اجمل ما في الموضوع ان الدكتور محمد فتح يعني حوار او موضوع او الهيئه اللي عايزين فكرة. هو اللي جابها لنا الاخ الست اللي كلمت الله يفتح عليك. يعني في وقت مش هيبقى في احلى من كده. انا شايف إن وحتى كنت دايما بنادي بده، بقول رب رمضان هو رب كل الشهور. الناس محتاجين شنط رمضان. صح. اقسم لك بالله ان النهارده الشنط دي الوقت ده اشد احتياجا اكتر من رمضان واكتر من موسم من اي موسم تاني. احنا بنخزن في بيوتنا وملين ثلاجاتنا واحنا ناسيين. لا بس الجهات اللي هتوزع، ما انا بقول لحضرتك
احنا مش هنتكلم يعني على فوارق اجتماعيه، دي موجوده في كل الدنيا طبعًا. ويام الرسول صلى الله عليه وسلم طبعًا. كانت طبعًا. موجوده وخبر حضرتك، واحد المبشرين بالجنه سيدنا عبد الرحمن ابن عوف كان يمتلك من الذهب اللي هم كانوا بيكسروه بحاجه زي الفوس كده عشان يقسموه بعد ما توفاه الله. طيب. ومبشر بالجنه يعني انا مش ضد ملوش علاقه, ملوش علاقة. طيب بس الاغنياء في مكان والناس تاني في مكان بالظبط. عاوزين بقى ناخد اتصال. اتفضل. مساء الخير ام غدير. ايوه السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. انا عايزه اكلم الدكتور لو سمحت. الدكتور سامعك ام غدير، اتفضلي. انا اول حاجه انا عندي السكر، ومن مده 6 شهور جاني لمؤاخذه الفيروس، وطبعا رحت للدكتور عشان خاطر اخد علاج للفيروس زي ما رضيش يدوني علاج، قالوا لي سكرك على طول عالي. فيروس سي. ايوه انا ما اعرفش بصراحه اسمه ايه ده، بس هو الفيروس عنده، معايا ورق يثبت بالكلام. طيب ده. طيب انا موافق، عارف، اتفضلي. ولموزه انا كنت ببيع شويه حلاوه لان انا معايا عيال يتامى بربيهم في البيت. طيب. فدلوقتي حاليا انا ضيعت فلوسي وحالي كله، خلي بالك حتى بطلت البيع ليا شهر دلوقتي. عشان خاطر ان انا اتعالج او اعمل حاجه لمؤاخذه، لان الانسولين لمؤاخذه هم بيشحتوها لي بتوع الصيدليات. طيب يعني انت بتاخدي، خليني انا بس ايه في الجانب العلمي والاستاذ ابراهيم يمسك الجانب الثاني القانوني، يعني الجانب اللي هو الاجتماعي. اجتماعي مظبوط. ربنا يديك الصحه. انت دلوقتي سكرك كام؟ انا سكري حاليا دلوقتي انا قست امبارح كان 180. الصايم وبعد الاكل. ومن مده يومين قست وكان 400. وبتاخدي انسولين كام وحده في اليوم؟ باخد انسولين، باخد بالليل لمؤاخذه 30 والصبح 40. معكر ولا مائي؟ لا مائي. وزنك قد ايه؟ انا وزني انا رفيعه خالص لمؤاخذه، يعني عندي تحت 70 يعني تحت 70 كيلو. 40 30 معكر مش كده؟ هو بيقولوا له سكرك عصب. لا انا بقول لك الانسولين عامل زي ابيض كده زي اللبن. ابيض ايوه، الازازه بتاعته بلمازه ب 47 جنيه. وبتخدم الازازه بس بالدهان كده لله يعني. ماشي كويس قوي. بتحطها في الثلاجه طبعا الازازه. ايوه. لا انا ما عنديش ثلاجه، الكد خيبه بحطها لمازه جنب الجلاش. انا ما عنديش عفش خالص ولا عندي حاجه خالص والله. ده هتكلم عليه استاذ ابراهيم، بس خليني بس عشان اعرف احل لك موضوعك ما ندخلش الدنيا ببعضها. انا لسه مجوزه واحده السنه اللي فاتت، بحت اللي وراي واللي قدامي كله والله العظيم ثلاثه بالله. لو سالت ام هدير طبع البطاطس. المهم جبت لها بوتاجاز نوع ايه؟ استني بس، جبت لها بوتاجاز نوع ايه؟ كام عين؟ قولي لي بس. 6 عيون ولا اقول لك عيب نجيبه 4 عيون ولا 3 عيون؟ طيب انا هرد طيب. عليك. حاضر. متشكرين يا ام غدير، شكرا. انت بقى جاني انا هجاوب على الطب. هو لازم طبعا الانسولين يتحط في درج الثلاجه. طب ولا سيحلها ازاي دلوقتي وهي ما عندهاش ثلاجه؟ حد من الجيران عند ثلاجه حد. وبعدين في انواع من الثلاجات يعني رخيصه خالص يعني واخد بال حضرتك، او لو اقتضى الامر. هي ساكنه فين؟ محافظه ايه؟ والله ما سالتش. عرفت انت فين يا اس؟ لا ما فهو حضرتك ممكن ايه يعني بنتها، بنتها تمام. مش عارف ايه، تعمل لها كل يوم قالب تلج. تلج واخد بال سيادتك، تاخده منها كل كفايه يوم وتروح حط الازازه فيها. صح. في الكيس جنب القلل برضه بصفه مؤقته. احنا كنا بنتصرف ايه؟ احنا طالعين منين؟ صح، كلنا طالعين من تحت. تمام كده عليها، وتحط حته قماشه او كيس بلاستيك وقعد تحطها تحافظ على انفوسين. يبقى دي حاجه حل اهو، سهل جدا. حل سهل بالظبط وموفر كمان. هتيجي بقى بتاخد 30 و40 هتاخد نفس الجرعه دي بس تغير مواضع الحقن. يعني لو كانت بتحقن في دراعتها وفخدينها تخليها في بطنها. الناس بتخاف من البطن مع ان البطن دي اقل احساسا من الدراعه. يعني الابره بس اول ما تخش المرأة مش هيحس بيها خالص، ما تحسش. فهي تجرب في موضوع البطن، ممكن ممرضه جنبها ولا حد ولا مش عارف ايه يعلمها اول مره. وبعدين نحاول نبقى نعمل فيديو مره ونعرضه على الشاشه ازاي حاجه مهمه. تمام. معانا اتصال تاني. مساء الخير. كنت عايز اعلق حضرتك على موضوع. خليني ما هو الو. ايوه اتفضل. اتفضل يا فندم. مساء الخير يا فندم، ممكن اكلم الدكتور؟ نعم. اتفضل الدكتور سامع. حضرتك يا فندم، انا كان الضغط عندي بيعلى ويفضل عند 34 سنه، والضغط بيعلى ويعلى يعني مثلا 110 80، وعملت تحاليل وفحوصات. نعم. وتحاليل الفحوصات كلها كويسه، فالدكتور المعالج كان كاتب لي علاج ضغط، فانا مريض ضغط كده ولا يعني انت اقصى ضغط طلع كام لما الدكتور كتب قبل ما يكتب لك العلاج؟
180 يا فندم. على كام؟ على 110 على حاجه، بس يعني كل فتره وما يعلم الفتره بتاعها 15 يوم 20 يوم. طيب بعد السياحه انا فاهم، يعني كان بيعلى ويرجع طبيعي صح؟ تمام. اه طيب الدكتور قاسه كم مره عشان يديك العلاج؟ حوالي ثلاث مرات بس. يعني انا كنت بقيسه عشوائي نفسي يعني كده، ممكن الاقي 160 190 كده، ممكن اقيسه مثلا ثاني يبقى 140. طيب 85 كده. انت بتاخد علاج ايه؟ هو فانكور 2.5 واكسليشن بلس 150، بيديني نص الصبح والحبات الثانيه فانكور ديت بعد العشاء. الثانيه اسمها ايه؟ فانكور يا فندم. فانكور خلاص 2.5 دي جرعه بسيطه وكويسه. ايه ثاني؟ اه الثانيه اسمها ايه؟ اكسليشن بلس. اه ده ممكن يبقى عالي واخد بالك؟ فانت ممكن تخلي ال 150 دول نصهم او حبايه يوم بعد يوم. حبايه يوم بعد يوم بس الكونكور ما توقفوش. تمام الف سلامه. طب بص حضرتك كده لما الضغط يا فندم ولا لا انا بص ادام الضغط احنا بنشخص الضغط اما نقيس الضغط مرتين في موقفين مختلفين ونلاقيه عالي. المفروض تمام. العالي اللي هو ما يزيدش عن 130 واللي هو الضغط العالي، والضغط الثاني اللي هو ال 80 ما يزيدش عن 90. ففي سن حضرتك المفروض انت صغير، يعني يبقى 120 80 85. فكون ان هو نزل 110 او 85 او 80 او 75 يعتبر ويت شويه. ولكن هو انا شايف ان الضغط كده مظبوط، خليك على العلاج على الاقل لمده سنه. ماشي. بس نظبط فيه. شكرا شكرا على الاتصال. معانا ام هدير. ايوه يا ابني. اه اتفضلي اتفضلي. انا اللي كلمتك من شويه يا دكتور. عارفين صوتك واضح والله. الله يخليك. انا قاعده في البدرشين الشبك الغربي، قريه صغيره كده بعد الجيزه. البدرشين. طب اسمعها البدرشين. سيب لنا رقم بس تليفونها. اه اتفضلي. انا ظروفي تعبانه خالص والله العظيم. طب اقول لك على حاجه ام هدير، انا كان عندي جلطه حتى السنه اللي فاتت وربنا نجاني بولاد الحلال ودوني المستشفى. تكلم. ربنا يعين ام غدير. انت سامعاني؟ طيب انت سامعاني دلوقتي استاذ ابراهيم؟ ايوه يا ابني. طب لو سمحتي بس المستشار ابراهيم بيقول لك سيبي بس الرقم بتاعك مع الكنترول. استاذنكم يا جماعه بس نفضلكم خدوا بس رقم تليفون المرض وكنت. طيب يا ولد والله ببيع شويه. ماشي. كان في اللي هو الناحيه الاجتماعيه، يعني هي بالنسبه لها حضرتك. احنا عايزين نتكلم برضو ان احنا ساعات كمصريين بنعيش على مستوانا. انت فعلا اثرت جزئيه مهمه جدا. اه وفي رفاهيه كده بتغذي الواحد. اللي هي كانت اهالينا وامي كانت الله يرحمها كانت تقول انت عايش عيشه مش عيشه اهلك. بالظبط يا حبيبي. صح كده؟ آه هي ما شاء الله. هي هي دي. هي دي وده فعلا وده حال الشعب دلوقتي، او مش بلاش يعني اعمم، انما حال فئه كبيره جدا من الشعب عايشين عيشه مش عيشه. طب انت تدري حضرتك لما بيجوا يتجوزوا بنت لازم اقول لك نجيب مثلا بالدستة. صح صح بالدستة. لا بالدستة ايه؟ بال24 والله كمان. والله بال24 مصاريف غير ضروريه والله العظيم خالص بال24. يعني انا معلش هقولها على الهوا، انا صفضل. في مره حد بيقول لي تساهم وبتساهم، وبعدين عرفت انه هيجيب بوتاجاز مثلا بشوايه. طب ليه بالظبط؟ والله لو ليه ما هجيب. انت بتتعنطز يعني، عارف انت كانت في مثل زمان كده شحات وعايز اعيش فينه. آه المثل ما كدبش حقيقي دايما بيتقام. اه هو فعلا بتلاقي مفارقه. احنا ما بنعيش يعني محتاج يعني. المحتاج صح يعني صح. الاحتياج هو الضروره، الضروره ما فيهاش رفاهيه. لو عاوزين نقول للعريس برضه يعني العريس يبقى راجل كده مش داخل قاسي. صح صح. امه داخلها اقول لك انا عشان انا بنشوف الحاجات دي اهلنا. بص يا دكتور، يمكن انا زي دايما بقول رب ضاره نافعه، حتى في موضوع الكورونا والازمه والوباء اللي احنا عايشين فيه في العالم كله اثر علينا ايجابيا في انه رفع الدعاوي قل. تحس انه حاله. لا بس عشان بحاكم واقفه انت بتزعل. معلش بس انا اقول لك حاجه. اقول لك على حاجه. استنى شويه. والله ما كان في ضروره لحاجات لقضايا كتير. يمكن النهارده اللي بينزل يرفع هو مساله الضروره القصوى. ليه ما يكونش ده حال المواطن العادي؟ في التقاضي. يعني انت سيادتك عايز تقول الضروره القصوى مش عمليه انا متضايق من الاستاذ اسامه فانا هنزل اعمل له محضر. كان الموضوع بيوصل للمراحل كده. ست بتتخانق مع جوزها خناقه قد تتحل، كانت يعني ممكن في قاعده يعني. في قاعده بلدي تتحل. في قاعده عربي تتحل. طب ده يا مستشار ابراهيم يعني عشان الناس طبعها اتغير ولا علشان وقت الناس ولا النهارده مجبره؟ الناس النهارده مجبره صح كده؟ النهارده الناس النهارده مجبره صح؟ ليه ما يكونش ده الحال؟ ليه ما ناخدش عظه؟
ليه ما يكونش ده بقى اللي جاي؟ حاجات برضو جميله، احنا قاعدين من غير كوره ولا مهتمين خالص. والله يا دكتور الله يفتح عليك، انا لسه بتكلم في اجزاء مهرجانات ولا مستقبل مهرجانات كنا بنتفرج عليها ولا لها لازمه. هلس صح. هلس صح. انا مش شايف حتى من اسمها مهرجانات. ايوه كوره مهتمين بيها زياده عن اللازم وقاعدين ما بتفتش ولا المسلسلات. انت فتحت موضوعه بصراحه جزئيات يعني. والله يا جماعه التفتنا اكتشفنا انه احنا مضيعين وقتنا قوي ما كانش ليها قيمه قوي يعني القيمه ما دام عايشين من غيرها وعادي يعني. انا الدكتور محمد كان ادى مصطلح عجبني جدا جدا بالنسبه للدكاتره. اتفضل. الجيش الابيض. لا مش انا مخترعه ده. الجيش الابيض حقيقه انا قعدت افكر فيها، لانتوا لا تقلوا شانا فعلا على يعني انتوا واقفين فعلا على الجبهه. الواحد بيحزن والله لما كل وقت له جبهه. والله يعني انا كل والله كل وقت فعلا وله جبهته. يعني انت لما يعني الجيش استعملناه او يعني حمانا حمانا في وقت معين، الشرطه بتحمينا، الاطباء بيحمونا في وقت معين، والقانون ما هو لازم وهكذا وهكذا كل فئات المجتمع. ده حقيقي هي بس امتى بتفعل؟ صح يعني جيشك امتى هيفعل؟ بس خلينا ما ننكرش برضه الدور، ارجع تاني لدور الدوله والمؤسسات اللي قربت من المواطن اللي اكتشفت انه فعلا دور الجيش الابيض مهم جدا، وزودت طيب. حتى والتفتت لجزئيه البدل بتاع ال الدكاتره عاوزين زياده، عايزين ازيد من كده المستشار عشان بس عايزين ازيد من كده. بنرجع برضه لنفس النهايه دي. نعم. الناس انا متاكد ان ولا انا ولا المشاهدين ولا اي حد هينتهي او يشبع من الحوار معاكم. الوقت خلص بسرعه. شوف الساعه خلصت بسرعه. مستحيل. فلو في اي حاجه كده في خلال نص دقيقه ونص دقيقه. لا انا اللي عاوز استفيد من المخرج. لا انا دكتور. انا دكتور اولا كان يسعدني ان انا موجود، انما هو فعلا الرساله النهائيه اللي عايز انهي بيها حواري ويعني اللي ابتدى معاك، وان انا مبسوط جدا معاك مبدئيا يا دكتور. والله يا دكتور محمد سعد انا مبسوط جدا معاك يا دكتور، وكان يشرفني فعلا حضرتك والاستاذ اسامه. انما فعلا الجزئيه الثانيه اللي عايز اضيف واضغط عليها، كل شخص اذا فكر يخرج من جيبه من الجنيه اللي في جيبه ربعه، والله ما هيكون فيه فقير حقيقي. يا جماعه نلتفت لبعض، بنملى ثلاجاتنا وناسيين ناس ما عندهاش قوت يومها حقيقي. ما عندهمش قوت يومهم، احنا بنحاول نكفي الثلاجه شهر قدام، في ناس ما عندهاش قوت. طيب معلش انا اقترح سيادتك ده عايز اعمله، كل واحد له من اهلنا له قرايب في بلد. شكرا. نبدأ حضرتك هم قرايبنا اللي يودوا طبعا الموثوق فيهم طبعا، لكن انا اقعد في منطقتي لا وتبعد. لا عايز اقول لك حاجه، مش هتوصل لاصحابها. تمام كده. في حاجه دكتور كمان. حاضر معلش هي ثانيه واحده. اوكي ثانيه. هي كمان فيها زهو والله العظيم، الـ الراحه والسعاده في انك تحس بالسعاده في عين المحتاج، لكن لما بتدي زهو صح اللي حواليك كده بتبتسم نفسك. انت قلت مصطلح يا دكتور انك بتتخلص من الصدقه بتاعتك، لا الفكره في انك تستمتع بالصدقه. تمام. خلي دكتور محمد سعد براح بعرفش دكتور محمد سعد بنشكرك جدا. ليه مش عايزنا نوصل بكل الناس؟ معلومات وقامه علميه كبيره. لا الاسبوع الجاي وسعيد جدا. ده انا شرف. انتوا عايزين مش حلقه واحده، انتوا عايزين حلقات ومسلسلات. اعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهاية الندوة الطبية القانونية. بنشكركم لحسن الاستماع والمتابعة، وبنشكر أيضا السيد الدكتور محمد سعد حامد أستاذ السكر والغدة الصماء كلية الطب جامعة شمس، وبنشكر المستشار والإعلامي إبراهيم مختار. شكرا جزيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا.